خلوني أعرفكم عن نفسي، أنا اسمي ثائر، أعمل مع مركز الكفاءة في المفاوضات الإنسانية، أغطي منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وآسيا. أنا سعيد جدا اليوم في هذه الجلسة لأنه معي ضيف جدا مميز، راح يعرفكم عن نفسه في خلال لحظات. هو سيف، سيف جدا كان كريم أنه يعطينا هذه الجلسة من وقته لمعرفة كيف يمكن للمفاوض الإنساني أن يعرف أو يفهم إلى حد ما العقلية العسكرية، التفكير العسكري، تفكير القيادة، لأن هذا الموضوع قد يساعدنا جدا في مفاوضاتنا. رح تكون الترجمة مع زميلتنا العزيزة نور. نور هي رح تكون عم بتترجم لنا إلى الإنجليزي. نور هي من المجتمع المفاوضين المترجمين. شكرا كثير لك نور. بما أنه معنا ضيوف اليوم في هذه الجلسة، هم مش كل الناس يمكن بيعرفوا مركز الكفاءة في المفاوضات الإنسانية، راح أحكي لمدة مجرد دقيقتين عن الموضوع. هذا المركز هو نحن موجودين في جنيف، تم تأسيسه من قبل عدة منظمات إنسانية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برنامج الغذاء العالمي، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأطباء بلا حدود. هذا المركز يسعى إلى مساعدة العاملين في المجال الإنساني، خصوصاً المفاوضين في المجال الإنساني، ليحسنوا من قدراتهم التفاوضية. جزء كبير من عملنا هو عبارة عن تدريبات، جزء آخر هو عبارة عن أبحاث، وأيضا نحن نسعى إلى بناء شراكات في هذا الموضوع. هذه الشراكات هي بمعظم الأوقات هي عبارة عن تعاون مع أشخاص ذوي خبرة محددة المركز لا يمتلكها. جزء من الجلسة اللي هلأ عم نقوم فيها هي اليوم، الجلسة هي تعتبروها حلقة من 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 مشروع صرنا فيه عدة أسابيع، هو عبارة عن فهم كيفية تفكير حملة السلاح. ماذا نقصد بهذا المصطلح؟ قد تكون قوات مسلحة تابعة لدولة، وقد تكون قوات مسلحة غير تابعة لدولة. فقمنا بعدة جلسات حول هذا الموضوع، واليوم الجلسة اللي معنا هي مع ضيفي سيف، يلي راح يحدثنا عن فهم العقلية العسكرية والتفاوض الإنساني من وجهة نظره كمتقاعد من القوات المسلحة. بطلب منكم أنه نضلنا ميوت نسمع الجلسة مع سيف. إذا أنت بتنسى سؤالك أو اكتبهم بالتشات بوكس، راح نكون إحنا عم نشوف هيدي الأسئلة ونرجع لقلها مع سيف، يمكن بنص البرزنتيشن أو يمكن بس يخلص العرض تبعه سيف. بس فيكم تكتبوا كل أسئلتكم بالعربي أو بالإنجليزي اللي أنت بترتاح له بالتشات بوكس. بدون أي تأخير، لكن بحب أطلب من ضيفي سيف أنه يعرفنا عن نفسه ونبتدأ هذه الجلسة. تفضل سيف. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا ثائر، شكرا على هاي المقدمة الجميلة. بداية قبل ما أعرف بنفسي بدي أعبر عن امتناني لـ CCHN على هاي الدعوة الكريمة، على المركز اللي أنا شخصيا له فضل علي بدخولي إلى الأكاديمي للعالم الإنساني اللي تعرفت من خلاله على كثير مفاهيم ومصطلحات ساعدتني في دراستي الأكاديمية أثناء وجودي في مدينة جنيف. وبحب أشكر أيضا الجميع على تخصيصهم لوقتهم اليوم. الكل أكيد عنده أشغال وعنده دوام. وجودكم اليوم يعني لي الكثير حقيقة. يعني أنا عم بشوف أكثر من 40 شخص، هذا يعني عشرات بل مئات من سنوات الخبرة مجتمع في جلسة واحدة، وهذا الشيء أنا شخصياً راح أستفيد منه. وبرضه بحب أوجه تحية لزوجتي اللي موجودة معكم بين الحضور، هي إنسانية أمال. ولكل شخص حضر لحتى يدعم أو يعزز مفهوم التفاوض.
أنا زي ما حكى ثائر، اسمي سيف الضامن، متقاعد من القوات المسلحة الأردنية، خدمت 20 أو 21 سنة. الثمان سنوات الأخيرة كانت في منصب قيادي في ككبير ضباط الصف في سلاح الجو الأردني، وكان عندي يعني تواصل مع القيادة بشكل يومي، اللي الأمر اللي خلاني أطلع على مفاهيم كثير جديدة موجودة بالقوات المسلحة اللي أنا بخدم فيها، لا صلة لها بالقتال والدفاع والأمور والمفاهيم العسكرية بقدر ما لها صلة بالعمل الإنساني. ف يعني تبادر لذهني إنه القوات المسلحة ممكن أنها تكون شريك أساسي بالعمل الإنساني، وهذا الشيء بيعتمد على عدة أمور راح نتطرق لها إن شاء الله في هذه الجلسة. أنا أحمل درجة الماجستير في دراسات العمل الإنساني من جامعة جنيف، وأعمل حاليا في مجال خفض التهديدات الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل، وهو يعني أيضا عمل أنا بسميه إنساني، لأنه عمل يهدف إلى خفض أي أو التخلص من أي مخاطر أو منع أي مخاطر قد تضر بالإنسان والبيئة. إن شاء الله راح يكون السيشن خفيف لطيف، مش راح يكون فيه الكثير من المعلومات اللي هي يعني صعبة الفهم. راح أحاول أكون بطيء حتى الأخت نور تكون قادرة على الترجمة بشكل يعني بشكل منضبط ومضبوط. انتقالا الى البرزنتيشن اللي عم بتشوفه امامكم على الشاشه، سيف عم تسمعني؟ بعتقد انه خسرنا سيف. رح نعطي سيف بعض اللحظات لحتى يرجع يرجع الإنترنت عنده. بهيدي اللحظات أنا برأيي وقت مناسب إنكم تكتبوا لنا من وين أنتم عم تتصلوا معنا في الشات بوكس، خلونا نشوف من وين موجودين. شفت في عنا زميل من فلسطين، إن شاء الله تكون بخير يا سالم، بس اكتبوا لنا كمان الباقيين أنتم من وين عم تحكونا. مامر من سوريا إدلب، أهلا. طارق من غازي عنتاب. أحمد من سوريا. عندنا محمد من اليمن، سلام يا محمد. ما شاء الله كتير من سوريا، حلو. لمياء من الرياض، كيفك يا لمياء؟ إن شاء الله تكوني بخير. فريد بأوكسفورد حاليا. صالحة من قطر، كيفك يا صالحة؟ إن شاء الله تكوني بخير. عندنا سلام من لبنان، كيفك يا سلام؟ كمان يمن. تيرانا من ألبانيا، أوكي. أهلا يا تيرانا. وعندنا نيجيريا كمان، حلو جميل. عزاز، سيف رجعت معنا يا سيف؟ خوفنا لسيف لما شاف 40 شخص يلا عم شوفه ورجع. أنا جدا بعتذر، ما بعرف شو اللي صار. ده ولا يهمك، كنا عم نتعرف عم نشوف من وين المشتركين عم يحكونا. كتير من سوريا، من تركيا، حتى في عندك جماهير من ألبانيا، من نيجيريا موجودين. أنا حاليا اضطريت إني أشبك من الموبايل، فما بعرف إذا الأمور راح تكون إن شاء الله سليمة، لكن إذا بتسمعوني كويس أنا بعتذر عن الخلل الفني اللي صار، ما بعرف شو السبب. ولا يهمك، عم نسمعك ونحن هلا على السلايد الأولى، ما تقلق.
تمام. كنت بحكي بالبداية عن يعني تعرفي على بعض المفاهيم اللي قادتني إلى فهم إنه القوات المسلحة مش بالضرورة يكون دورها عدواني أو يكون دورها دائما له علاقة بالمصطلحات العسكرية اللي لها علاقة بالدفاع والاستعداد والجاهزية. على ضوء ذلك وبموازاة مع ذلك، أيضا في كثير من القوات المسلحة بالعالم عم بيحكوا انه انا مسموع للجميع، عم بشوف مسجات انه ما في صوت. محمد كلير يا لا لا واضح، هيدا مسجات قديمة، كلير واضح الصوت، كمل. واضح الصوت. فمثل ما في جاهزية عند كثير من الجيوش للجاهزية العسكرية ولساعات اللي خلينا نقول القتال والدفاع عن النفس وعن الأمن الوطن وهيك، في كثير جيوش بالعالم عم بتجهز أفرادها يعني منتسبيها ليكونوا يعني أفراد وأعضاء فاعلين في العمل الإنساني، من خلال تبني نشر مفاهيم القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، قوانين اللاجئين أو أي قوانين أخرى الدولة تبعت هاي القوات المسلحة مصادقة عليها. ما بدي اتوسع كثير، انا بدي احكي عن خبرتي كاردني اول شيء، وكشخص خدم في القوات المسلحه الاردنيه واطلع على الامور هاي اللي انا تحدثت عنها انفا. ضروري يعني ضروري نفهم، يعني انا بفترض اني انا بتكلم مع شخص ما عنده اي خبره او باك جراوند عن طبيعه العسكري، ضروري نفهم انه العسكري مثله مثل اي شخص موجود في أي مؤسسة. هو ما بيشتغل بشكل منعزل، ما بيشتغل بشكل منفرد، ما بيتخذ قراره لحاله، في عنده سلسلة قيادة، لازم يكون في انخراط لسلسلة القيادة في أي قرار بده يتخذه العسكري، خصوصا إذا كان الموضوع يصل إلى عمليات تتعلق بصنع قرار مع أطراف غير عسكرية بالتفاوض على سبيل المثال. فضروري على المفاوض يفهم انه القرار اللي بده يحصل عليه من الشخص اللي بده يتفاوض معه هو مش قراره، مش قرار سيف او قرار محمد او قرار سين من الناس، هو قرار هالمؤسسه العسكريه. فبالتالي لازم نفهم انه احنا كمفاوضين لازم نعرف سلسله القياده اللي بتبع لها هذا الشخص، وهي بتقصر الطريق اللي احنا كمفاوضين بنحتاجه لحتى نوصل للطريق البنيه. للاسف هذا الشيء يعني بالمقابل راح يشكل عندنا عبء زايد كمفاوضين، لانه انا بدي اتعامل مع طبقات اخرى من صنع القرار، او بدي اسميها بمسمى اخر اللي هي البيروقراطيه اللي الجيش تبعها بحذافيرها. يعني ما في اي شخص بخاطر انه يتخذ قرار بدون العوده الى رؤسائه، وبالتالي هذا الأمر بيتطلب وقت، هذا الوقت قد يكون ثمين من وجهة نظر المفاوض، ولكنه قد لا يكون كذلك من وجهة نظر العسكري. فبالتالي عامل الوقت كثير مهم للمفاوضين، وأيضا لأنه ممكن يعني يترتب عليه سلامة وحياة أشخاص عزل أو مدنيين أو متضررين أو ما إلى ذلك. لكن بالمقابل الوقت مهم جدا للعسكريين، لأنه هو بده يرفع هذا الشيء إلى سلسلة القيادة تبعته. فإذا بننتقل للسلايد، أو نعم خلينا بالسلايد هذا، نعم اللي هو كيف يفكر العسكري. العسكري بيفكر بقوانين وأنظمة، هو بيصحى بأمر وبينام بأمر وبيغادر مع وحدته بأمر، بيلبس لبسه بأمر، بياكل بامر، كله مكتوب وثابت. ليس بالضروره ان يكون الامر يعني يقال بشكل يومي، ولكن في انظمه وتعليمات ثابته يلتزم فيها العسكري، واللي هاي القوانين والانظمه يعني بتلعب دور مهم كثير في تشكيل شخصيته كشخص وكعسكري له منصب قيادي. معرفتنا واحترامنا لهاي الامور كمفاوضين او كعاملين بالقطاع الانساني او كمدنيين بيقصر ايضا الطريق نحو او بقصر وقت اللي لازم للوصول لاتفاق معين. الامر الثاني والمهم واللي انا يعني
حقيقة يعني كان هو محور حديثي مع محمد في خلال إعدادنا لهذه الجلسة، اللي هو العقيدة العسكرية للجيش. العقيدة العسكرية للجيش يعني اللي أنا بعرفها بجملة القيم والمبادئ والأخلاق بشتى أنواعها، سواء الأخلاق القومية الدينية الاجتماعية، سميها ما شئت. جميع القيم والمبادئ والأخلاق اللي بتجتمع كلها مع بعضها لحتى تشكل شخصية هذا الجيش، واللي هي بتجاوب على سؤال غالبا: لماذا نقاتل؟ يعني لماذا هذا الجيش عنده جاهزية؟ لماذا هذا الجيش مستعد؟ لماذا هذه الوحدة موجودة هون؟ موجودة لسبب. السبب هذا ناتج ونابع من عقيدة هذا الجيش القتالي. إذا ننتقل للسلايد اللي بعده محمد، حكينا عن القوانين والأنظمة بالدرجة الأولى اللي هي بتشكل عقلية، بتشكل طريقة تفكير الفرد العسكري. لازم نعرف أنه القوانين والأنظمة والتعليمات هي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ولا يمكن المراهنة عليها على تجاوزها. إذا احنا دخلنا على مكان فيه قوة عسكرية تابعة لجيش معين، لا نستطيع المراهنة على أنه هذا الجيش قد يتجاوز بعض الأنظمة والتعليمات، وقد يحصل ذلك. يعني احنا لا ننفي أنه حصل أو قد يحصل، ولكن المخاطرة المترتبة على ذلك كبيرة جدا. لا أحد يرغب في تحمل هذه المخاطرة، وإن كان هنالك أناس يعني ارتكبوا مخالفات معينة بحق جيوشهم أو بحق الأشخاص الآخرين، لكن هذا لا يقاس عليه. لكن في الوضع الطبيعي، القوانين والضبط والربط العسكري، الأمور اللي بتضبط حياة العسكري، أمور يعني خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ولا يمكن السماح بتجاوزها. في أي تجاوز أنت لا تستطيع أن تضمن مين اللي راح يكون يعني يوقف في طريقك ويحاسبك على تجاوزك لهذا الأمر. بالتالي بنرجع ل المفاوض لازم يعرف انه انا لازم كلامي يكون كله متوائم ومنسجم ومتوازن مع القوانين العسكريه المعموله فيه. احترامي لقوانين هاي العسكريه هو زي احترامي لاي بلد انا بسافر لها. القانون في هاي البلد قد لا يكون مثل القوانين اللي انا تربيت عليها في بلدي، ولكن احترامي لهاي القوانين قد يمكنني من تحقيق أهدافي في هذه البلد، سواء كنت بشتغل أو دراسة أو سياحة وما إلى ذلك. أيضا الأمور العسكري مش بالضرورة يشوف الأمور زي ما أنت بتشوفها كمدني أو كعامل في القطاع الإنساني أو كمفاوض. ممكن أنت شايف الأمر عاجل وبالغ الأهمية، لكن هو بالنسبة له كعسكري هو الأمر هذا على مصفوفة عاجل ومهم، هو مش موجود في مربع عاجل ومهم. هو بجوز بالنسبة له عاجل لكنه غير مهم، أو مهم لكنه غير عاجل. فكل الأمور بدها تكون منسجمة ومتوائمة مع المصفوفة اللي بيتعامل فيها العسكري في تعامل مع الأمور. ننتقل للسلايد اللي بعدها. اللي هي لا الصورة، خلينا على ايوه بس بالضبط. الان العقيدة العسكرية للجيش لماذا نقاتل؟ انا يعني تعمدت يعني احط هذول الصورتين بهاي السلايد لحتى يعني اول شيء اني يعني احكي عن تاريخ هذول الصورتين. هذول الصورتين أخذن تقريبا بفترة واحدة. الصورة اللي على اليمين عفوية أكثر من الصورة اللي على اليسار، أنا هيك يعني قيمتها. زي ما بنشوف هو عسكري على الحدود، بيحمل بإيده سلاح وبمد إيده الثانية لطفل عم بيسلم عليه. الطفل هذا هارب من أحد النزاعات اللي حصلت في بلده، فاضطر يقطع الحدود لحتى يدخل على بلد مجاورة وهي الأردن. استقبله الجندي اللي موجود هناك حتى يحمي هاي. الآن شو علاقة هذا في العقيدة العسكرية للجيش؟ العقيدة
اللي بتدرب عليها، وانا شخصيا تدربت عليها ولا زلت اتذكر عبارات مكتوبه في جميع الوحدات العسكريه اللي زرتها، وهي كثيره، انه يد تبني ويد تحمل السلاح. يعني انا في ايدي بحمل سلاحي، وبس بايدي الثانيه ببني، انا ما بهدم. هاي عقيده العسكري. العقيده الجيش اللي عندها تقدير وتقديس لحياة الإنسان، هي عقيدة سهل التعامل معها فيما يتعلق في حياة الإنسان. إذا المفاوض بده يتعامل مع جيش سين، وهذا الجيش يحمل عقيدة تقدر وتقدس حياة الإنسان، وأنا بدي أتفاوض معه على حتى أدخل ب مثلا جمعيات إنسانية أو منظمات إنسانية تدخل بدعم طبي أو دعم غذائي أو ما إلى ذلك. فمن السهل جدا أنك أنت تقدر تصل لنتيجة مع أفراد هذا الجيش، لأنه يعني هم أصلا أنت تتكلم بلغتهم، تتكلم بلغة حماية الأرواح، تقديس حياة الإنسان، حماية الإنسان، بغض النظر هذا الإنسان هو كان مواطن أو لاجئ أو غير ذلك. على النقيض تماما، أنت لما تتكلم يعني مع جيوش تقدس مثلا موجودة ومكرسة لحماية شخص معين أو سلطة معينة أو قوة معينة في هذا البلد، بغض النظر عن حاجة ورغبة المواطنين أو الشعب الأعزل أو الشعب المدني، التفاوض مع جيوش لا تحمل هذا النوع من التفكير صعب جدا. وقد يكون يعني قد يكون بعض المفاوضين عندهم القدرة على المناورة بالتفاوض مع أشخاص بهذه العقليات، وهي أنا متأكد أنها قد تكون حصلت، لكن لن تكون بسهولة التفاوض مع قوات مسلحة تحمل فكرا إنسانيا، تحمل تدريبا بين جنودها على القانون الإنساني، على القانون حماية اللاجئين، على القوانين التي تتعلق بحماية الإنسان، حقوقه وحماية حياته وما إلى ذلك. بغض النظر هو زي ما حكينا كان لاجئ او غيره. الصوره اللي على اليسار هي صوره يعني اللي انا يعني الهمتني انه في رساله الماجستير اللي انا يعني قدمتها خلال دراستي في جامعه جنيف، انه العسكري يمكن ان يكون يد بيد مع العامل الانساني. الصوره اللي بتشوفوها على يسار الشاشه او على يمين الشاشه هو الاشخاص المدنيين، وهم من احد المنظمات الانسانيه، انا ما بعرف من وين، لكن هم من احد المنظمات الانسانيه، والعسكريين على الطرف الاخر عم بيتساعدوا في حمل امراه مسنه ايضا عبر الحدود. الان لولا انه هذا الجيش تربى ونشا على هذه العقيده وعلى هذه العقليه، لن يكون هناك مقدره على هذا العامل بالقطاع الإنساني أن يدخل. وقبل أن يدخل هذا العامل، كان المفاوضين المسؤولين في منظمته ومنظمات أخرى يجلسون مع قادة هذا الجيش لحتى لتأمين ممرات آمنة، لضمان سلامة أول شيء العاملين في القطاع الإنساني، إنه ما يكون عليهم تهديد من أحد، إنه الجيش اللي بيحمي الحدود أيضا يحميهم، لأنه ممكن يتجاوزوا الحدود المناطق العازلة أو المناطق اللي هي بين الحدود. اثنين، إنه يكون الجيش أيضا شريك في تقديم العمل الإنساني، ولأنه لا يمكن إنك أنت تستقبل أعداد آلاف من اللاجئين، لا يمكن لأي منظمة في العالم أن تستطيع أن تتعامل مع هذا الكم الهائل في وقت قصير بدون مساعدة بدون مساعدة من الدولة، بدون مساعدة من القوات المسلحة الموجودة فعليا في الميدان. أصحاب القرار قد يكونوا موجودين في العاصمة، لكن الأشخاص الفعليين اللي عم بيساعدك حتى يوصل الغذاء، يوصل الدواء، أو يخلي المصاب، أو يخلي اللاجئ إلى دور الإيواء أو المخيمات، هو العسكري الذي يحمل السلاح في نفس الوقت للدفاع. فضروري جدا ايضا انه احنا كمفاوضين، انه لما ندخل بلد انه نفهم طبيعه القوه المسيطره على هذا البلد، الجيش اللي هل هذا الجيش بيفكر باتجاه نحو حمايه الانسان، حقوق الانسان، هل يلقي بالا، هل بيهتم بتطوير معرفه جيشه في موضوع حقوق الإنسان. أنا بتكلم عن القوات المسلحة الأردنية، لدينا يعني
لديها معهد عمليات حفظ السلام، معهد مستقل هو يدرس فقط قانون الإنسان الدولي، ويدرس قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان، التعاون المدني العسكري، كل الأمور التي تتعلق في دور القوات المسلحة كشريك إنساني. لأنه قد يطلب من هذا الجيش مش فقط أنه يكون موجود في بلده، قد يطلب منه أنه يكون موجود في بلد آخر، يعني بلد فيه نزاع وفيه صراع تحت مظلة الأمم المتحدة. فبالتالي على هذا الجيش أن يعني يكون على معرفة وعلى إدراك في القوانين التي تحميها الأمم المتحدة، ويجب على الفرد أن يلتزم التزاما كاملا، لأنه بالنهاية إذا فرد من يرتدي اللباس العسكري لبلد معين خالف القانون الإنساني أو خالف قانون حقوق الإنسان، وأدى إلى تصرف قد يكون أدى إلى إيذاء أو قتل أو تعذيب أو ما إلى ذلك لطرف أعزل، فهذا قد يضع البلد كلها في خانة السؤال والمحاكمة. ننتقل للصورة اللي بعدها، وهي صورة أيضا يعني أخذت من نفس الفترة وتحمل نفس المعنى. السلايد اللي بعده محمد. الآن إحنا يعني حتى نكون فاهمين أو نحصل على اللي بدنا إياه، يجب أن يكون هنالك يعني مستوى عالي من التواصل الفعال ما بيننا كمفاوضين وما بين الطرف الآخر اللي هو الطرف العسكري. للحصول على التواصل الفعال يجب أن يكون هناك يعني مستوى عالي من الثقة. لا تستطيع أن تتفاوض مع شخص لا يثق فيك، وأنت لا تستطيع أن تتفاوض مع شخص أنت لا تثق فيه، فيجب أن يكون هنالك يعني بناء للثقة حتى تستطيع أنك أنت تجلس على طاولة المفاوضات، سواء مع قيادة سياسية أو مع قائد عسكري في الميدان. لأنه بالنهاية إحنا زي ما حكينا في بداية المحاضرة، القائد العسكري اللي في الميدان ما بيتخذ قراره لنفسه، حتى القائد الأعلى يعني القائد يعني أكبر قائد في القوات المسلحة له مرجعية سياسية مدنية في الحكومة. في أي دولة لديها بناء حكومي متوازن، القائد العسكري بالنهاية له مرجعية اللي هو القائد المدني، اللي هو ممكن يكون وزير الدفاع أو مين ما كان. فيعني أيضا يعني لابد من أن يكون هنالك تواصل وتفاوض مع القيادة السياسية في البلد. هذا يقصر الطريق ويخفف العبء على الطرفين، على المفاوض اللي من أي منظمة إنسانية، وعلى المتفاوض معه اللي هو العسكري. عندما يكون هنالك يعني مباركة خلينا نسميها من القيادة السياسية، إنه إحنا بدنا نسمح للمنظمات الإنسانية اللي بتشتغل على الحدود مثلا أو بالمخيمات أو وين ما كان، بدنا نسهل مهمتهم. الآن القيادة السياسية أخذت أمر ثابت وأعطته للقيادة العسكرية، والقيادة العسكرية وزعته. الآن هون احنا في التفاوض ربما بين كبار المفاوضين وبين القيادة السياسية، كمان سهل علينا مهمة التفاوض مع العسكريين اللي هم في الميدان، اللي هم اللي بالنهاية اللي انا بدي يكونوا عونا لي، بدي يكونوا مساعدين ومعاونين لي زي ما شفنا احنا بالصورة الأخيرة، ويحملوا معي عبء العمل الإنساني حتى احنا نخفف المعاناة قدر الإمكان. بالنسبة لبناء الثقة، بناء الثقة مهم جدا، ليس فقط مع التفاوض مع القوات المسلحة. وأنا أجد أنه يعني التفاوض مع القوات المسلحة أو القوات الرسمية للدولة هو أسهل ربما من التفاوض مع الجماعات المسلحة، الجماعات التي لا تندرج تحت أي دولة. وهذا من يعني من كلام يعني حدثني فيه أحد الأصدقاء، كان يعمل باللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو يعني في وقت سابق كان يعمل هناك، وكان يعني وظيفته في أحد الدول إنه يزور السجناء، خصوصا السجناء اللي المسجونين على خلفيات سياسية.
في خلال فترة زيارته، يعني تعرف المساجين كانوا في من خلفيات متعددة. هذا الشخص أدى دوره الإنساني، أدى دوره وواجبه، واستمرت العلاقة خلال فترة وجوده في تلك الدولة لمدة 3 أو 4 سنوات. كان يزور هذا السجين بشكل مستمر. وبعد ذلك كل واحد راح الطريق، وهذا السجين ربما أنه أفرج عنه أو خرج من السجن بطريقة أو بأخرى. وهذا الشخص صديقي استمر بالعمل بالتفاوض مع الجماعات المسلحة، وخبرني أنه في أحد المرات يعني كان يجب أن يتفاوض مع أحد الجماعات المسلحة في أحد الدول الأفريقية. أخذوه معصوب العينين إلى الصحراء، إلى حتى يعني لا يكشف أمر هذه الجماعة. تفاجأ أنه الشخص اللي موجود في أحد الأشخاص الموجودين في خلينا نقول على بخيمة التفاوض هو هذا الشخص اللي كان يوم من الأيام يزوره بالسجن وبنى معه علاقة ربما تكون ودية، أدت بالنهاية إلى أنه يستجيب لجميع الأمور اللي كان هذا الشخص صديقي جاي علشانها. هذا حادثة لا يقاس عليها، ولكنها مثال أنا أجده أنه يعني جيد لأنه نعكس فائدة بناء جسور الثقة ما بين الناس بشكل عام، مش بس يعني بين المفاوض العسكري وبين المفاوض الجماعات المسلحة. الثقة موضوع مهم، يعني إذا لم تحصل على ثقة الإنسان اللي قبالك فإن مهمتك راح تكون صعبة. والثقة يعني أنا بنظري، ننتقل للسلايد اللي بعدها، الثقة يعني ممكن يعني هي ثقة شخصية. أنت كشخص قد يثق الناس بسيف لكن لا يثق بمحمد، أو قد يثق بمحمد ولكن لا يثق بسيف، علما أنه سيف ومحمد يحملون نفس الرسالة. لكن شخصية واحد أقرب إلى خلينا نقول إلى القلوب من الآخر، فبالتالي التحلي لصفات وسمات شخصية محببة مهم جدا، حتى لو لم تكن هذه طبيعتي، لو لم تكن هذه شخصيتي. أنا لازم أحصل على ثقة الطرف الآخر، أنا لازم أكون أعمل المستحيل حتى أحصل على ثقة الآخر. لا، ولا يجب أن أخسر السمعة اللي أنا دخلت فيها على طاولة المفاوضات مع العسكريين. إذا خسرت خلاص انتهى، يعني العسكري لن يرجع. يعني كعسكري أنا بحكي لك، إذا فقدت ثقتي أنا بشخص بخلال العمل، شخص غير عسكري، فقدت ثقتي فيه، أنا يعني قد أضطر إني أتعامل معه، لكن الثقة لن أستطيع إني أرجعها مرة أخرى. السلايد اللي بعده بيحكي عن بعد الثقة، يعني أحد خطوات التواصل الفعال هو المعلومات. أنت يجب أن يكون هناك شفافية، لا تستطيع أنك تخدع، أو قد تستطيع أن تخدع، أي شخص يستطيع أن يخدع الآخرين أو يضللهم بالمعلومات أو لا، لكن هذا قد يقوض الثقة اللي حكينا عنه في البداية. إذا ما كان في شفافية، إذا ما كانت ثقة كافية كامل، إذا ما كان عندي استعداد للكشف تماما عن كل ما أعرفه، هذا الشيء قد يعني يصعب عملية التفاوض. العسكري يفترض أنه يحصل على معلومات كاملة، معلومات صادقة، حتى يستطيع أن يقدم لك ما تطلبه منه. يعني إذا كان هناك معلومات، مثلا أنت كمفاوض عندك أي معلومات، يجب عليك يعني استخدام مصادر أخرى للتحقق من هذه المعلومات. بنظري لا يجب أن يتم، يعني لا يجب إخفاء شيء على طاولة التفاوض. كما أنت يعني كمفاوض تنتظر أو تتوقع الشفافية من الطرف المقابل، لا يستطيع أن يراهن على الشفافية. النهاية الثقة والمعلومات تؤثر بشكل كبير في استراتيجية التفاوض، وتؤثر على كمية القوة اللي بتحتاجها عشان تنفذ أهدافك أنت كمفاوض.
أجين مرة ثانية بنحكي إنه لا يمكن المراهنة بالثقة، يعني ثقة مهمة جدا، يجب أن تكون هنالك، يعني يجب أن يكون هنالك، يعني خلينا نسميه course of action، أو يعني خطوات كثيرة حتى أنه نصل لهذه الثقة. وهي ثقة أصلا يعني ما بتيجي بين ليلة وضحاها. بالانتقال للقوة، يعني جميعها تؤثر في الثقة وتؤثر في المعلومات. القوة المفاوض المستمدة من معرفته وخبرته في التفاوض مهمة جدا في أنه يظهر بمظهر مقبول ولائق أمام التفاوض معه. يعني مفاوض يعلم 100% أفضل من المفاوض لا يعلم. فبالتالي المعرفة قوة تؤثر في قدرة المفاوض على الحصول على المطلوب، وهي بنسموها الاكسبيرت باور، قوة المعرفة، قوة الخبرة اللي أنت اكتسبت خلال خبرتك ومعرفتك. والقوة المستمدة أيضا الجاذبية والشخصية والعلاقات الإيجابية. إنسان كاريزما، عنده قبول، وعنده قدرة يتحلى بطبيعة ودودة وطبيعة مقبولة للآخرين، هذه قوة. قد لا تكون هي سمة متوفرة في الجميع، وهي سمة من ربنا يعني، لكن وجودها أيضا في المفاوض يعني جدا يساعد، خصوصا في التفاوض مع العسكريين. أيضا القوة الشرعية، يعني الإنسان اللي بيتكلم بقوة القانون، أنت مفاوض، أنت تتكلم في قوة القانون، سواء قانون حقوق الإنسان، قانون الإنسان الدولي، أو قانون تلك الدولة، أو قانون الجيش اللي أنت جاي تفاوض معه. معرفتك لهذه القوانين أيضا يعني تضيف إلى قوتك المزيد من القوة، وبالتالي راح تقربك خطوة نحو التواصل الفعال اللي بيؤدي بالنهاية إلى الوصول إلى نتيجة إيجابية مع المتفاوض معه. يعني أيضا القوة فيها قوة عكسية أو قوة سلبية، القوة اللي بتفرض على الطرف الآخر فرض، القوة الكويرسيف باور، القوة التعسفية، القوة اللي أنت جاي فيها بموقف قوي، أنت جاي بموقف عقوبات، يا بتعمل هيك يا أنا بعاقب بهذه الطريقة. وهذا أنا بعتقد أنا كشخص لا وجود، يعني لا مكان له على طاولة التفاوض. أنت إذا وصلت إلى مرحلة فرض القوة، أنت الآن ما في تفاوض. التفاوض هو حتى إحنا نتجنب استخدام العقوبات أو العواقب السلبية. زي ما حكينا، يعني التواصل الفعال يجب أن يكون هنالك جسورا من الثقة، يجب أن يكون هنالك كم من المعلومات، ويجب أن يتمتع المفاوض بقوة شخصية، قوة معلومات، قوة قانون هو جاي في باسم قانون اللي ذكرناه، القوانين اللي بيحترمها هذا الشخص كمنظمة إنسانية، ويحترمها هذا الشخص كجيش. كل هاي الأمور بتساعد على إنه يكون في عندنا تواصل فعال ما بيننا وما بين المتفاوض معه هو العسكريين. وأنا كعسكري سابق، العسكريين جميعا يقدرون هذا الشيء، يقدرون الثقة، يقدرون القوة، يقدرون information sharing. لا تستطيع أن تستثني شخص ارتدى اللباس العسكري من مبدأ الثقة. شخص ما عنده ثقة بنفسه، أو ثقة في قيادته، أو ثقة في بلده، لا يستطيع الاستمرار في الخدمة العسكرية من الآخر يعني. فبالتالي هاي الأمور كلها مهمة للتواصل الفعال. أنا بهذا الموضوع بكون نهيت كل السلايدز والشرائح اللي أنا أتكلم عنها.